السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا الطلبة في المحاضرة 22، والتي تتعلق بحل مجموعة من المسائل على موضوع الكومون إميتر كونفيجريشن. وهنا بنلاحظ أنه أنا في عندي الإميتر هو مشترك ما بين دائرة الإنبوت ودائرة الأوتبوت، والترانزستور هذا من النوع NPN أيضا. لكن خلينا نشوف السؤال الأول إيش بيقول. Find the value of beta if alpha بتساوي 0.09 0.09899. يعني مع زيادة الألفا ماذا يحدث للبيتا؟ لاحظ هنا إنه الألفا عمالها تزداد في اتجاه الوحدة الواحد، حنجد إنه البيتا عمالها تزداد في اتجاه الملا نهاية، بتكبر بشكل كبير جدا. وعلاقة الألفا والبيتا حابب أذكرك فيها إنه البيتا بتساوي ألفا على واحد ناقص ألفا، والألفا بتساوي البيتا على واحد زائد بيتا. يعني إذا أعطتك البيتا وطلبت منك تحسب الألفا، هنا أنا معطي لك الألفا وطالب منك تحسب البيتا، فبتعوض في المعادلة اللي كتبت لك إياها، فبتطلع معاك القيمة الأولى اللي هي 0.9 بتعطي لك 9، وهنا ما لهاش وحدة لأنها نسبة وتناسب ما بين الكارنتس، ف 49 و 99. إذن كلما اقتربت الألفا من الوحدة أو من اليونيتي أو من التساوي ما بين تيار الألفا، إيش بدي أعبر عن تيار الكوليكتور وتيار الإميتر، فبالتالي كل ما اقترب تيار الكوليكتور من تيار الإميتر فإنه البيتا تبعت السيركت تبعتي عمالة بتكبر في اتجاه المالا نهاية. هذا بالنسبة للهدف من السؤال الأول. تعال نشوف الهدف من السؤال الثاني. أعطيتك البيتا وتيار البيز وطالب منك تحسب تيار الإميتر. من ضمن العلاقات اللي درسناها في المحاضرة رقم 21 انه تقدر انت تربط الكميات هدول مع بعض من خلال المعادلة انه البيتا بتساوي اي كوليكتور على الاي بيز، وبالتالي في الحالة هذه بتستطيع انك تحسب من خلال هاي المعادلة انه قيمة الاي كوليكتور بتساوي بيتا في اي بي. واذا حسبت البيتا اي بي، اذا صار معك عندك قيمة اي كوليكتور وعندك قيمة اي بيز، تقدر تحسب اللي هو الاي اميتر من العلاقه المشهوره جدا انه اي اميتر بتساوي اي كوليكتور زائد اي بيز. هذه طبعا مهمه جدا بالنسبه لي، ومن هنا بتطلع معك انه تيار الاميتر بيساوي 1.2% ملي امبير. السؤال هذا بيقول لي البيتا تبعتك 49 وعندي تيار البيز تيار الإميتر وتيار الكوليكتور مش معطيني إياه، و determine the value of IC using alpha و beta. إذا مرة بدي أحسب تيار الكوليكتور باستخدام الألفا ومرة بدي أستخدم البيتا، خلينا نشوف مع بعض كيف بدي أجيب هذا الكلام. إحنا طبعا بنعرف إنه من خلال الألفا بقدر أحسب، أنا معطيك البيتا 49 فبتقدر تحسب إيش الألفا من خلال معادلة بيتا على 1 زائد بيتا يساوي. إذا هيك صار عندك الالفا وصار عندك البيتا في المعادله. طيب ايش علاقه الكوليكتور في اللي هو الالفا؟ انه اي كوليكتور بيساوي الفا اي اي، وتيار الكوليكتور ايضا بيساوي بيتا في اي بي. هيك انت بتكون اوجدت الاي كوليكتور من خلال الفا اي اميتر او بيتا اي بيز، وهيك بتطلع نفس القيمه بالضبط. هذه طبعا علاقات مهمة جدا ولازم تتمرن عليها كويس وتكون حافظها. إذا الاي كوليكتور له صيغتين، بيساوي إما بيساوي ألفا اي إميتر أو بيساوي البيتا في اي البيز، وسهل إنك إيش تلاقي علاقة بينهم عشان تحفظهم. نأتي الآن إلى المثال المبين أمامنا. أعطاني البيتا 45 والسيركت الموجود امامي وقال لي اوجد تيار البيز. هذه الدائره اللي هي عباره عن الكومون اميتر، ودائره الانبوت الفي بي بي مجهوله والفي سي سي في دائره الاوتبوت مجهوله، الا انه اعطاني 1 فولت على مين؟ على اللود ريزيستنس. فمن هذه اللود ريزيستنس وهذا الفولت بستطيع ان احسب مين؟ الاي كوليكتور. اذا اول مطلوب مني ان انا بجيب الاي كوليكتور. ايش اللي طالبه مني في السؤال؟ طالب مني احسب الاي بيز. طيب طالما انت حسبت الاي كوليكتور وعندك البيتا فبتقدر تحسب مين؟ الاي بيز من العلاقه هاي. اذا
خارطة الطريق تبعت الحل هي انك تحسب الاي كوليكتور بيطلع 1 ملي امبير، ومن العلاقة اللي انا قلت لك عليها انه اي بيت بيساوي اي كوليكتور على بيتا، فبتستطيع ان تطلع قيمة تيار البيس. اذا كل ما هنا عليك انك انت ايش بتسخر المعادلات هذه لخدمة المطلوب منك. السؤال اللي بعده سؤال رقم 5، الدائرة الان اصبحت دسمة شوية، دائرة الانبوت دائرة الاوتبوت، وطالب منك تحسب the value determine the collector emitter voltage والبيز. اذا خلينا احدد لك ايش المطلوب منك، مطلوب منك تحسب القيمة الـ V collector emitter، وطالب منك تحسب الـ I base. هنا لما انت تطلع على الفرق الجهد هذا، الـ 8 فولت الـ VCC اللي هي الانحياز العكسي راح منها نص فولت على المقاومة، الباقي وين بده يتوزع؟ بده يروح على الـ VCE. هذه أول معلومة بدك تعرفها. إذا النصيب الـ VCE هو عبارة عن 8 ناقص قديش الجهد على مين؟ على المقاومة، بيطلع معاك 7.5 فولت. إذا هذا أول مطلوب منك أنت تجيبه. المطلوب الثاني طالب مني أحسب الـ I base. فكيف السبيل لإيجاد الـ I base؟ وأنا معطي لك الألفا. الألفا في I emitter بتساوي مين؟ بتساوي الاي كوليكتور. فعشان تحسب الاي بيز فانت محتاج تستخدم انه بيتا بيعطي لك الالفا، فبدك تحسب البيتا في الاول. كيف بدك تطلع البيتا من الالفا؟ فبتقول البيتا بتساوي الفا على 1 ناقص الفا، بتطلع البيتا، ومن ثم تستطيع انك تحسب المعادلة. اذا الاي كوليكتور الكوليكتور كارنت كيف بدي اجيبه؟ بقسم النص فولت على 800 اوم، تطلع معي مين؟ قيمة الاي كوليكتور. طالما طلعت الاي كوليكتور الان بدنا ناخذ خطوة الى الامام، وبدي احسب البيتا من الالفا، فتطلع معك 24. الان اصبح لديك معادلة البيتا اي بي بيساوي اي كوليكتور على بيتا، تطلع معك قيمة هذا التيار. السؤال الاخير اللي نختم فيه المحاضرة اللي هو اعطاني الدائرة التي امامك وطلب منك تحسب الـ VCB. هذه دائرة Common Emitter، وأول ما بدي أطلع هنا الـ VCB هي هذه ما بين الكوليكتور و... طيب إيش هذه؟ هذه VCE، وهذه عبارة عن إيش؟ هذه 0.7 فولت، وحطيتها 0.7 فولت لأنه هنا سيليكون دايود وانحياز امامي، فاوتوماتيك هذا حتاخذ 0.7، وهذا من النوع الموجب سالب. ليش؟ لانه من النوع ان بي ان، اذا البيز ماخذ اشاره ايش؟ ماخذ اشاره موجب، عشان حطيت البولاريتيز موجب وسالب. اول ما بدي اطلع على هذا السؤال انه الفي سي اي، الفي سي اي حتساوي في سي بي زائد 0.7. بإمكانك تطبق قانون كيرشوف على اللوب، تطلع من هنا وترجع للثاني، لكن احنا اوتوماتيك قلنا انه في سي اي بتساوي حاصل فرق حاصل مجموع الجهدين على الطرفين التانيين. ومن هنا عشان احسب انا الفي سي بي، الفي سي بي ايش بتساوي؟ بتساوي في سي اي ناقص 0.7. هذه خارطة الطريق اللي انا بدي احل عليها. اذا عشان تحسب الفرق الجهد المطلوب منك، كل ما عليك انك تحسب قيمة الـ VCE هذا، صح ولا لا؟ فمهمتنا الآن حنمسك الدائرة الـ Output، وش حنعمل؟ حقول ناقص 10 زائد I في مين؟ في المقاومة زائد الـ VCE. طبعا هذا الكلام مش حيوفي معايا، مزبوط ولا لا؟ لأنه لما تيجي تقول IC في المقاومة مش هتزبط معك، لأنه فيش عندك I Collector. فتعال امسك لي دائرة الـ Input. دائرة الـ Input ايش هتعطي لك؟ هتعطي لك قيمة التيار الذي يتدفق في مين؟ في المقاومة، اللي هو الاي بيز، مظبوط ولا لا؟ وانا معطي لك البيتا، بتحسب تيار الكوليكتور، فبتقدر تعرف فرق الجهد في سي اي. هذه اللي هي مشوارنا لحل هذا السؤال. لذلك اول ما بدي اعمل هعيد رسم الدائرة بهذا الشكل. اذا حطيت انا القيم تبعتي بهذا الشكل، نفس الكلام، هاي تيار البيز، تيار الاميتر،
وتيار الكوليكتور المجهول والبولاريتيز اللي موجودة أمامك على دائرة الانبوت. دائرة الانبوت هتوفر لك انه تيار البيز هيساوي 5 ناقص 0.7 على مين؟ على 10. اذا 5 ناقص 0.7 على 10 هذا بالنسبة لي اللي هو تيار بعد ما طبق قانون كيرشوف ناقص بي 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 زائد اي بي في ار بي زائد بي بي اي بيساوي ايش؟ بيساوي 0. والبي بي اي ايش بتساوي؟ 0.7. فاوتوماتيك حتصير عندك 5 ناقص 0.7 على 10 بتعطي لك اللي هو 430 مايكرو امبير. انا معطي لك البيتا فاوتوماتيك البيتا اي بي بتعطي لك الاي كوليكتور. هيك انت بتكون حسبت الاي كوليكتور، بتروح على دائره الاوتبوت وبتعوض في العلاقه تبعتك انه في سي اي المجهوله فرق الجهد في سي اي هذا ايش بيساوي؟ بيساوي في سي سي ناقص نصيب المقاوم من الجهد، فبطلع معك قيمه اللي هو 10 فولت ناقص الجهد على المقاومة اللي هو 6 فولت و45% بيعطيني 3.55. إذا صار ما وجود عندي إنه ال 3.55 اللي هو ال VCE، لكن أنا إيش بدي منك؟ بدي منك VCB. فال VCB هذه إيش بتساوي؟ بتساوي الجهد اللي طلع هنا ناقص 0.7، فالبتبقى هو القيمة 2.85% فولت. هيك أنت بتكون أوجدت الجهد على كل طرفين من أطراف الترانزستور. هذه مجموعة من المسائل والتمارين بننهي فيها الوحدة رقم 3 بعنوان بايبولار جنكشن ترانزستور. نلتقي مع الوحدة الرابعة إن شاء الله قريبا، وحتكون بعنوان الدي سي بايسينج أوف بي جي تي. حتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله.